الملف الأسود لخالد بن خليفة، أسرار وجرائم رئيس الوزراء القطري الجديد. خلف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس الوزراء القطري السابق الذي تمت الإطاحة به عقب تسريبات رفض فيها وجود القوات التركية في بلاده، وأدت إلى غضب عارم داخل القصر الحاكم، وانتهت بإقالته وتجريف الحكومة القطرية من كل معارض التواجد التركي في الدوحة، والذي يضم أكثر من 6000 جندي تركي موزعين على قواعد الريان وطارق بن زياد التركية بالدوحة. وأثار تعيين الشيخ خليفة جدلا واسعا بين القطريين بسبب تورطه في قضايا فساد نستعرضها في هذا الفيديو. تولى خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني منصب رئيس الديوان الأميري في 11 من نوفمبر من عام 2014، وكان قبل ذلك مديرا لمكتب الشيخ تميم منذ توليه السلطة. وأثناء وجوده في الديوان الأميري تورط في قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بث بطولات ألعاب العالم للقوة مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالية. أظهرت رسائل بين بابا مساتا والشيخ خالد الثاني تحويل مبلغ ما يقارب 5 ملايين دولار، يحصل منها بابا مساتا على 440 ألف دولار أمريكي نقداً. كما ظهرت رسالة إلكترونية مرسلة من بابا مساتا إلى رئيس الديوان الأميري القطري، جاء فيها: عزيز الشيخ خالد، أشكرك مرة أخرى على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتي للدوحة. تجدون في المرفقات المعلومات البنكية من أجل تحويل 4.5 مليون دولار، ويجب تسليمها على النحو المتفق عليه. مبلغ 440 ألف نقدا تبقى في الدوحة، وسأأتي للحصول عليها في المرة القادمة، مع تشديد دياك على تحويل المبلغ بشكل عاجل لإنهاء الأمور مع الرئيس، وهو على الأرجح والده لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وهو من مواليد الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993. التحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة، وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من 2002 إلى 2006. وفي شهر مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد آنذاك تميم، وعين مديرا لمكتب السكرتير الخاص للشيخ تميم في 11 من يوليو من عام 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد آنذاك الشيخ تميم في 9 من يناير 2007.